الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ومن أين يهل أهل مكة، ومن أين يهل أهل مكة، الجواب: أما إهلالهم بالحج فمن مكة، ولا يلزم أن يكون من نفس المسجد الحرام لعدم وجود الدليل، بل يهل الواحد منهم من بيته، ولا يتكلف الذهاب إلى المسجد الحرام، ولا يتكلف الذهاب للمسجد الحرام للإهلال منه، فهذا بالنسبة لإهلاله بالحج. وأما إهلال المكي بالعمرة ففيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأكثر أهل العلم على أن إهلال المكي بالعمرة من أدنى الحل، فيخرج إلى حدود الحرم ثم يهل ثم يرجع ويدخل الحرم، إما من عرفة، وإما من المساجد التي تسمى بمساجد عائشة لأنها خارج حدود الحرم. هذا قول أكثر أهل العلم. فإن قلت ويستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سري فحفظت، الحديث الطويل المعروف لديكم، وفي آخره قالت: فلما قفل الناس من الحج قلت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بالحج؟ قالت: فبعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وهو مساجد عائشة. فقال العلماء: لو كان إحرام المكي بالعمرة يجوز من مكانه الذي أنشأ نية العمرة فيه لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم إرسالها في الليل والنزول بالناس، وقد كانوا تعبوا التعب العظيم في هذه المناسك ينتظرونها حتى تحرم من التنعيم ثم تعتمر عمرتها. فدل ذلك على أن المكي لا يجوز له أن يحرم بالعمرة من مكة، وإنما يخرج إلى أدنى الحل. فإن قلت: وكيف نجمع بين حديث عائشة هذا وبين حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، وقد كان قدم قبل ذلك الحج والعمرة. فظاهر حديث ابن عباس أن المكي يهل بالحج من مكة ويهل بالعمرة أيضا من مكة، فهناك تعارض في الظاهر بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس هذا. فحديث عائشة يقضي بأن المكي يخرج إلى أدنى الحل إذا أراد أن يهل بالعمرة، وحديث ابن عباس يقضي بأن المكي يهل من مكانه إذا أراد الإهلال بالعمرة، وكلها في الصحيحين. فكيف وجه الجمع؟ اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه التوفيق بين هذين الحديثين على وجهين. أكثر أهل العلم رأوا أن حديث ابن عباس عام مخصوص بحديث عائشة، فلو لم يرد حديث عائشة هذا لقلنا بأن المكي أيضا يهل بالعمرة من مكة، لأن الأصل وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص إلا بدليل. هكذا قول أكثر أهل العلم، بل لا أكاد أعرف أحدا من المفتين المعاصرين إلا ويفتي بهذا. ولكن هناك وجه للجمع آخر، ولكنه غريب، إلا أنه عندي هو الذي تطمئن له النفس، ولكن في حال الإفتاء للناس نقلد في الفتيا أهل العلم حتى لا نشوش على الناس مناسكهم.
وقد ذكرت لكم قاعدة دعوية أنه ليس كل ما يعلم يقال، وإن جمع الناس على قول واحد في موضع قد يكثر فيه النزاع والخصومة هو الحكمة الدعوية. ويبقى قولك الذي ترجحه تعمل به في خاصة نفسك أو في حق من يحتمله من طلبة العلم، وليس من مصلحة الناس أن يتعرفوا على هذا القول أصلا حتى لا يكثر التشويش. وهو أن من في مكة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون أصل مكانه آفاقي ولكن جاء إلى مكة لا للإقامة فيها، وإما أن يكون هو من أصل مكة أصل. فأما المكي أصلا وإقامة فإنه يهل بالحج من مكانه، وهذا لا خلاف فيه، ويهل بالعمرة أيضا من مكانه عملا بحديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فلا نكلف المكي أن يخرج، وإنما نقول له: أحرم من مكانك، تقبل الله منا ومنك. وأما من كان أصله أفاقيا ثم جاء إلى مكة فإذا أراد أن يعتمر فإنه مطالب بأن يعتمر من أدنى الحل، عملا بحديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ونكون بذلك قد جمعنا بين الحديثين بقاعدة أخرى غير قاعدة العموم والخصوص، وإنما جمعنا بينهما بقاعدة اختلاف الحال. وبالمناسبة لي رسالة مختصرة في شرح قواعد الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهي 10 قواعد إذا ضبطها طالب العلم فوالله الذي لا إله إلا هو لن يقف أمامه حديثان متعارضان إلا ويكون عنده المفتاح. المفتاح، وهي ليست موجودة عند أحد، وإنما النسخة الأصلية عندي وعند الأخ سيد وهيثم فقط. لعلها تنزل لكم إن شاء الله إذا تمت مراجعتها، وهي قرابة 30 صفحة فقط. حرصت أن أخفف أمثلتها وأمسكت يدي عن الأمثلة، وإلا فأنا أحب لطالة في الأمثلة. فذكرت القاعدة وعليها 5 تطبيقات فقط، ثم القاعدة الثانية وعليها 5 تطبيقات، 10 قواعد يا سعيد. إذا ركن عليها الإنسان شهرا وضبطها ثم فرع عليها وعود نفسه على التطبيق عليها فإنه سيكون بإذن الله مبدعا في مسألة الجمع بين الأدلة. فمتى ما عرض لك دليلان ظاهرهما التعارض فطبق عليها القواعد 10، تأتي بها القاعدة الأولى، ما صلحت القاعدة الثانية، ما نفعت القاعدة الثالثة، حتى تجد الحل في واحدة من هذه القواعد، وهي قواعد مستنبطة بالاستقراء. بالاستقراء ايش كنا نقول؟ نعم. فالقول الأقرب عندي في هذه المسألة هو ما ذكرته لك من أن وجه الجمع بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هو على مقتضى قاعدة اختلاف الحال. فالمكي أصلا ومقاما يحرم بالعمرة من مكانه لحديث ابن عباس، والمكي وجودا لا إقامة ولا أصلا لكنه وجد في مكة فيحرم من أدنى الحل. وهذا فيه ملمح بسيط كأنه يرجحه، وهو أن الإحرام بالنسكين وهو أن الإحرام بالعمرة من مكة من خصائص أهل مكة إكراما من الله عز وجل له، كما أكرمهم بالاستغناء بكثرة الطواف عن الخروج إلى أدنى الحل للإتيان بعمرة. فليس من السنة في حق أهل مكة أن يخرجوا إلى الحل للإتيان بعمرة إذ هم لا يزالون معتمرين بكثرة الطواف أصلا. فالإحرام من أدنى الحل سنة للآفاقي البعيد الذي يريد الاستكثار،
أما المكي فإن الله قد أكرمه بجوار بيته وكثرة التطواف به، أليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ وكذلك أكرم الله عز وجل أهل مكة بتجويز الإحرام ابتداء بالحج. أوليس الآفاقي، فإن قلت أوليس الآفاقي يحرم أيضا بالحج من مكة، نقول نعم، لكنه إحرام تبعي لا ابتدائي، فإحرامه بالحج من مكة تابع لإحرامه من الميقات. أما المكي فإنه مخصوص بجواز الإحرام ابتداء بالحج من مكة. فإذا الله عز وجل قد خص أهل مكة بجمل من الخصائص إكراما لأهلها، فمن جملة ما خصهم الله به تجويز الإحرام بالعمرة من مكانهم. وأما غيرهم من الآفاقيين فيكلف بأن يخرج إلى أدنى الحل، ولكن كما ذكرت لكم مثل هذا القول يعمل به الإنسان في خاصة نفسه أو في من يحتمل الخلاف من طلبة العلم، ولا ينبغي أن يكون قولا عاما يعارض به أقوال العلماء الذين تطمئن النفوس إلى فتياهم وقد اجتمعت القلوب على سؤالهم. فلا ينبغي للصغار من الطلبة أن يزاحموا بأقوالهم التي توصلوا إليها أقوال العلماء الكبار، من باب احترام العلماء ومن باب جمع الكلمة ومن باب وحدة الصف ومن باب نبذ أسباب الخصومة والنزاع.